هو طيب. بيتنا كبير وبيتكم كبير. اه طبعا اه طبعا، والعلاقات المميزه برضو دايما ما بين الاهلي والاتحاد طبعا. برضه هنقول حاجه جميله جدا. اتفضل يا كابتن. لاحظ ان هي مصر هي قلب الامه العربيه الاسلاميه، واي شيء جميل في مصر بتلف عليه الدول العربيه. احنا بنينا في اسكندريه الاتحاد على تاريخ وطني والاهلي كان برضو على تاريخ وطني، وبدايته كان طلبة المدارس الأهلي. احنا كان عندنا في منطقة بحري، وهي دي اسكندرية القمة الكبيرة بتاعتها، كان فيه بيلعبوا خمسة وجول الأول، فعيلة اسمها عيلة رسمي قالوا احنا هنضيف الأندية الصغيرة دي في نادي هنسميه نادي الاتحاد الوطني عشان نروح نلاعب الإنجليز اللي في مصطفى كامل ونكسبهم في الكورة ونقول احنا رافضين وجودكم كمستعمرين لينا. أول رئيس لنادي الاتحاد اسمه حسن إسماعيل رسمي. وعيلة رسمي دول هم اللي عملوا الكلام ده. اللي جمعوا الأندية الصغيرة الخمسة بجول دول. وبعدين معاه حسن إسماعيل رسمي معاه أخين. في واحد اسمه محمود اسماعيل رسمي والاخ الثالث اسمه السيد اسماعيل رسمي. طب الاثنين دول حضرتك، لان دي حضرتك بتحكيه ناس كتير قوي ما تعرفوش. لا ده تاريخ النادي، وفي صور تاريخ للنادي، في صور موجوده. فاستاذن حضرتك هنكمل طبعا الحوار الشيق ده والتاريخ الكبير. بس اكيد معانا طبعا، بس انا عايز اكمل واحده عشان ايه نخلص منها. اتفضل. احنا عندنا في اسكندريه محمود تدلعه، تقول له ايه؟ حوده. الله ينور عليك. فبقى محمود حوده والسيد حوده، وحسن اسماعيل رسمي هو رئيس النادي. محمود حوده هو الهداف زي التتش عندكم. مظبوط. والسيد حوده الجناح الايمن اللي بيرفع له الكوره. واحده من عيله الملك فؤاد الاول بتحب الكابتن سيد حوده.